طب انا دلوقتي لو جيت مثلا شخص مثلا عندي مشاكل في فكره هنا ان يعني اسمها التكوين الغذائي اللي في الجسم، التكوين الغذائي عندي في جسمي في نقص، وفي نفس الوقت انا بصراحه مش قادر ان انا اعوضه بالنصائح اللي حضرتك لسه قايلاها دلوقتي، اللي هي الاكل السليم كذا، الشرب، الحاجات المعينه، وما عنديش وقت وحياتي سفر، وناس زي دي موجوده كتير جدا. لو انا دلوقتي جيت قلت لشخص زي ده او نصحته نصيحه، اقول له كل عادي مثلا باللايف ستايل بتاعك اللي هو مش سليم، بس على الاقل صلح وخد الب مالتي فيت كمكمل غذائي، يعني نعمل على الاقل معادلة. بالانس. ده مهم جدا طبعا ان احنا نقدر نعمل بالانس، لان فيتامين بي هو اللي بيحول لي البروتينات والدهون لطاقة. فالاكل الفيرو بروتين او حتى دهون بيقدر فيتامين بي كومبلكس يحوله لي الطاقة، ومفيش مشكلة ان احنا نلعب شوية رياضة ونشرب ميه كويس او نتحرك في البيت، عارفه احنا اصلا حتى واحنا في بيتنا بنقعد نطلب من الناس قاعدين ما قاعدين ما بنتحركش قدام التلفزيون. فمهم برضو الحركه، على طول بقول انا على طول في الحركه بركه، نتحرك شويه ونستخدم الب مالتي فيت، ده مهم. والسيدات اللي بعد انقطاع الدوره بتلاقيهم بيتخنوا، يعني دي برضو مشكله ان هم بيعانوا من السمنه، فلان هرمون الاستروجين بيقع. فاحنا فعلا ناكد على النقطه دي، بالظبط، مهمه قوي، مهم جدا. كويس جدا. والضغط العصبي بيعلي لي لا دي الكورتيزون. بقى مش هنلاقي لها دي، مش هوعدك ان ليها حل، يعني نحاول ده احنا نحاول عايزين سحر. نحاول الضغط خلاص العصبي ناخد ده الف مالتي فيت بقى فعلا هيقلل. طبعا يا بيدعم، انا انزل جدا اجيبه حالا بيدعم جدا التمثيل لا الغذائي. فعلا الفتره اللي احنا فيها دي على الاصعده كلها، سواء ناس في الدراسه، ناس بتشتغل، ناس بتدرس، ناس متجوزه، ناس يعني مرتبطه، ناس اهالي، كله عنده الشد العصبي ده. للاسف طبعا. الشديد مؤخرا بقينا نسمع اطفال، نسمع شباب بيتكلموا في النقطه دي، نسمع المفروض عواجيز فوق سن المعاش يكونوا مرتاحين صح. لا القصه فعلا محتاجه حاجه مهدئه شويه. بس معلش لو هنختم بالسؤال ده، ايه اللي ممكن او ايه مكونات الب مالتي فيت اللي ممكن تهدي لي شويه الاعصاب بس في اقل من دقيقه؟ من اهم الفيتامينز فيتامين بي كومبلكس، مهم جدا جدا، لان هو اللي بيدعم لي الاعصاب قوي وبيدعم لي التركيز وحتى صحه العين. يعني بتلاقي ساعات بيحصل بليرد فيجن. من اهم الفيتامينز للاسترخاء هو فيتامين بي، واكيد موجود داخل الب مالتي فيت المرخص من هيئه سلامه الغذاء. وعلى طول بقول ما ناخدش اي حاجه احنا مش عارفين ترخيصها. والحلو في هذا المكمل انه موجود في الصيدليات، وده يديني امان. انت عارفه يا نهاوند، ما فيش اي دواء او اي مكمل غذائي موجود على الصيدليه في الشلف ملوش ترخيص، صح؟ فدي ده امان، نقطة مهمة جدا دكتور.